فمنها قوله إني مبطل كتب المذاهب الأربعة. هذا صحيح أن الشيخ يبطل كتب المذاهب الأربعة، هذا من أعظم الكذب. الشيخ تتلمذ على مذهب الحنابلة ولا يجمد على مذهب الحنابلة، بل يأخذ ما يقوم عليه الدليل من مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة. هذا مذهب منهج الشيخ، هو في الأصل على مذهب الإمام أحمد، ولكنه في الإفتاء يأخذ ما ترجح بالدليل سواء من مذهب الإمام أحمد أو من غيره، لا يتعصب، إنما يريد الحق. هذا منهجه في الفتوى والتعليم، يأخذ بما ترجح بالدليل من أي مذهب من المذاهب الأربعة، لكنه لا يخرج عن المذاهب الأربعة، لا يخرج عنها. نعم. فمنها قوله إني مبطل كتب المذاهب الأربعة وإني أقول إن الناس من ستمائة. هذه كذب، إنه ما خرج عن المذاهب الأربعة، بل هو يستفيد منها ويفتي بما ترجح بالدليل منها سواء وافق مذهبه الحنبلي أو لم يوافقه، لأنه يريد الحق. نعم.